تلتحق بنا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان غانيا إيداليا. مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم. بداية تعازينا بعد وفاة وزير التجارة بختي بالعايب، تعازينا لكل الفريق الحكومي. شهادة في حق الفقيد. والله تأثرت كثيرا كباقي المواطنين والزملاء في الحكومة خبر تلقي خبر وفاة هذا الرمز الشجاعة والصمود، تعجز الكلمات حقيقة عن التعبير عن خصال الفقيد رحمه الله. كان مبتسما متفائلا دائما رغم تغلب المرض وآثاره، وخاصة وأن أعراض المرض بدأت تبدو على جسده في الأشهر الأخيرة، فأقول أنه كان مؤديا لمهامه حتى اللحظة الأخيرة بأمانة ومسؤولية. أتذكر أنه في شهر ديسمبر الفارط أكد علي على الاحتفاظ ببرمجته للرد على أسئلة شفوية كانت مبرمجة بمجلس الأمة، وأكد على الحضور نتاعه وحضر وجاوب على سؤالين طرحا من طرف نائبين بمجلس الأمة آنذاك، كل شجاعة ومسؤولية. وأكد كذلك أن الزميل رحمه الله كان إنسان متزن الشخصية، متواضع، محترم ومحترم، شجاع، نزيه، صادق، مسؤول في تصريحاته وفي مهامه. وشدني كان أنه كان والله كان صامد. صحيح، يعني رغم مع الوزيرة رغم مرضه لكنه ظل يشتغل مع الفريق الحكومي، كان مؤمن بالمهام التي أوكلت إليه، وهو مثال يقتدى به من قبل العديد من الوزراء. والله مثال لأن يبقى حي في أذهاننا ويقتدى به. إنسان واش نقول لك، والله هي كما نقول كل ما كانش إنسان ممكن يعوض إنسان آخر، لكن يشهد له الجميع أنه إنسان ذو خصال وأخلاق عالية جدا عالية جدا. نعم، شكرا. والله واش نستطيع نقول، إن لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة عفوا الموت رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيدة الوزيرة وزيرة العلاقات مع البرلمان غانيا إيداليا على هذه الشهادة التي قدمتها في حق الفقيد من جهتي.